مشهد بشكل اكبر، ونروح للاستاذ محمد امين الناقد الرياضي المغربي ونرحب بيه في البدايه. استاذ محمد، مساء الخير على حضرتك. مساء النور، اهلا بكم هشام بضيوف شعبك. اهلا وسهلا بحضرتك. الكلام كتير النهارده طلع بخصوص مباراه الترجي والوداد، وان خلاص الموضوع تم حسمه لصالح الترجي، وبعد كده الانباء تم تعديلها وان لسه الموضوع ما تمش الحسم والبت فيه بشكل نهائي. اخر المعلومات واخر الجديد عند حضرتك ايه؟ اكيد الطريقه التي صدرت بها القرار اليوم يعني كانت طريقه مفاجئه، ربما تعاطي مع الموضوع من قبل الاخوان في تونس كان تعاطي يعني بالعاطفه اكثر منه بجديه وواقعيه. يعني تم الاعلان عن انتصار فريق الترجي وتتويج فريق الترجي التونسي باللقب بقرار من الطرف، لكن الصحيح هو ان الطرف يعني اعادت الملف من جديد الى اللجان المختصه داخل الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، ورفضت نهائيا البت في الموضوع شكلا وليس مضمونا، بحيث ان المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه لا يحق له اصدار قرارات بهذا او من هذا. الاخبار هنا يعني في المغرب هناك تفاؤل، يعني رغم ان كانت الصدمة في الساعات الأولى يعني أو الدقائق الأولى بعد إصدار صفحات التونسية السادة عن الموقع الرسمي لتونس، لكن بعد ذلك وبعد الاطلاع على تفاصيل القرار يعني الأمور يعني لا زالت لم تحسن. أي فريق لا من الوداد ولا كذلك من الترجي التونسي، لكن موقف الوداد فهو قوي كما وضحه في الساعات التي تم تقديمها للمحكمة التحكيم الدولية. كل تلك الدفاعات سوف تتحول الآن إلى اللجان المختصة داخل الكاف للنظر فيها، ونحن نعلم أن هناك يعني القضية مفتوحة عند لجنة الانتظار والتأديب بأسس سايمون عرس، وأكيد أن هناك عقوبات كبيرة جدا سوف تسلط بالتحديد على مسؤولي فريق الترجي التونسي. من وجهة نظر الصحافة المغربية بالتحديد، اللوم بيقع على مين في النهاية بعد هذه الأزمة الطويلة اللي خدت مدة كبيرة جدا بالتحديد؟ يعني شايفين من وجهة نظر الصحافة المغربية اللوم في النهاية يرجع على الاتحاد الأفريقي ولا على الحكم ولا على تصرف مثلا الترجي؟ شايفين ايه من وجهة نظركم يعني؟ هو اكيد في مثل هذه الحالات لا يمكن الان ان نطلق الاحكام مطلقه، يعني يجب الانتظار التريث هنا، يعني تفاعل الصحافه مع الموضوع يعني بتريث وبتأني، يجب ان نرى نتابع الموضوع، نرى القرارات الصادره هل هي انصفت من لا يلحق؟ هل واكبت هذه القرارات الفساد المستشري في كره القدم الافريقيه منذ سنوات طويله؟ على اي الذي يتحمل الان المسؤول؟ هذا الوضع كله هي بدرجه اولى بعض التصرفات المسؤولين على فريق الترجي التونسي، وانا كنت صحفي وحاضر في مباراه النهائي برابط، يعني كانت المصور التنفيذيه يعني جد سيئه لا بالنسبه للجمهور المغربي الذي تنقل بعدد كبير من تونس. طيب توقعاتك للقرار في النهايه ايه؟ الخط قطع. نشكر استاذ محمد امين الناقد الرياضي المغربي، وكان بيتكلم طبعا على الازمه اللي عارفينها كلنا عمرو بتاعه الوداد والترجي.